سعد انت كننت فوقك. اهدى بقى اهدى ووطي صوتك كده واقعد وانا هفهمك على كل حاجة. اقعد فهمني. اللي زي اشرف ده لازم اخده على حجري لانه طايش وطيشه ده ممكن يضيعنا. انما انت مش مأمن بكلامه؟ وانا عبيط عشان اودي نفسي في داهية. ما انا قلت كده ليه؟ عشان يتبط شوية ويهدى كده من ناحيتنا واحنا كمان ناخد وقت عشان نعرف نفكر. ليه اشرف بيعمل كده؟ ليه؟ ده طلع حقود قوي يكمن حياته خربت عايز يخرب علينا حياتنا. عشان كده بقى مختار احنا لازم نتصرف وبسرعة كمان. انا سعد يا اخويا دماغي مش عارفة تفكر. بص يا مختار مصطفى ده هي الايد اللي اشرف ماسكنا بيها وبيضغط علينا بيها عشان كده لازم نعمل ايه؟ نكسر له ايده؟ لا نقطعها. نقطعها؟ معقول هنقتل اخونا؟ لا طبعا ده مهما كان اخونا بس مصطفى بقى مش اخونا. احنا ممكن نقتل مصطفى بدل ما رقبتنا تيجي بداله. ولا انت عندك حل تاني؟ بس كده طرطشة الدم يا سعد وطرطشة ملهاش لازمة وهيتفتح بقى سين وجيم خصوصا انه جوه السجن مش بره. وانت مين قالك ان احنا هنطرطش دم؟ امال هنقتله ازاي؟ هنبعت له اللي يعلقه من رقبته ويسيب جنب منه ورقه بيقول فيها انه يأس من حياته وانتحر. يا سلام انت هتشرب ايه؟ ايه الدماغ المتكلفه دي؟ امال انا عايز احافظ عليها ليه؟ احنا لازم نخلص منه. المسألة وصلت دلوقتي ان رقبتنا وصاد رقبة سي مصطفى ده واحنا بقى علينا اننا نختار. يا مختار خير يا مختار باشا جايبنا على بلا وش كده من غير معاد. وهي المصايب بتيجي بمواعيد يا شنواني ما هي بتطب على الواحد زي الاضل المستعجل. ايه يا باشا في ايه قلقتني؟ انا في ورطة كبيرة اوي يا شنواني. يا باشا كل حاجة ولها حل بس انت تقف. كل حاجة؟ كل حاجة طالما في اللي يدفع ويقدر ويكيش. عايز اخلص من واحد. واحد بس ده غالي والطلب رخيص. بس ايه حكاية الراجل ده مش سكتك دي يا باشا؟ هو في السجن عليه حكم اعدام. الله طب ما هو ميت اهو لوحده. امال انت عايز تقتله ليه يا باشا؟ هو لو ما ماتش في اسرع وقت واتقفل موضوعه ممكن يتفتح اكتر وتيجي رجلي. تيجي رجلك؟ مش رجلي بس دي ممكن رقبتي تطير فيها. ولو رقبتي وصاد رقبته شوف انت رقبتك يا لوز بختارها وانا مضطر. انا ما قداميش حل تاني فعلا. مش هينجيك من الورطة اللي انت فيها دي غير طرطش الدم. لا انا مش عايز طرطشه وزروطه وجريمه يدوروا فيها على القاتل. امال عايز ايه يا باشا؟ عايز الجريمه تبان على انه قتل نفسه واحد يأس فانتحر. الله على دماغك السم. بس المهم السم ده ينجيني ما يسممنيش. ما تقلقش يا باشا انا عندي ناس بتقضي مدد في كل سجون مصر ومستعدين يخدموا برقبتهم بشرط انك تعمل لهم مستقبلهم لما يخرجوا من السجن. عايز كام؟ مش كتير ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ الناس جرالها ايه؟ مبقاش في ضمير. ده واد كحيان ما يسواش 3 مليم. بس الرقبة الحلوة دي تسوى كتير يا شنواني. عشان قلتلك على ورطتي ما بتستغلني يا باشا. بصراحة بقى الحياة فرص ودي فرصتي. وبعدين انا ما كنتش استغلك وانت مزنوق. استغلك انت ابن سوق وعارف سوق. ده سوق اخلاق منك. انا مش دكتور انا مسجل خطر وعلي احكام. ماشي يا خسيس لولا اني مزنوق لك كان بقى ليا معاك كلام تاني. احبك وانت مزنوق وبتفرفص. بس هتاخدهم صايمه والباقي ترانشات. ما تخليهم على بعضهم احسن يا باشا عشان اعرف اصرف على العمليه ونخلص منها اوام اوام. دي محتاجه صرف كتير وهنشتري زمن. قلت ترانشات يعني ترانشات. بكرة الصبح هيوصلك جزء من المبلغ والجزء التاني لما تتم العملية على خير الله. يرضيك اللي عمله سعد ده؟ لا يا بنتي ما يرضينيش. أنا عارفة أنك ما بتحبنيش بس والله أنا ما بكرهش حد
لكن الحكاية ان انا مش بحب طريقتك وبس. بس انتي حقانية، وده اللي خلاني اجيلك. انا متعشمة فيكي تخلي سعد يرحمني، لحسن ده خلاص بقى متوحش. متوحش؟ سعد ابني عمره ما كان متوحش ابدا. بعد كل اللي حصل ده وحكيتهولك لسه بتدافعي عنه؟ ده انا بقول عليكي حقانية. عشان كده انا لازم اقولك كلمة الحق حتى لو ما كانتش على مزاجك. وايه هي بقى كلمة الحق؟ سعد ابني انا المربياه، يوم ورا يوم بيكبر قدام عيني. كان اطيب واحد في اخواته وكان طوع ايدي، عمري ما طلبت منه حاجه وقال لي لا، لحد انت ما ظهرتي في حياته، شقلبتي كيانه، خليتيه خاتم في صباعك، مشيتيه في طريق الحرام اللي عمره ما كاله. ولما اتزنق بعتيه بالرخيص، ولما وقع من طوله وجاله سكر ما لقاكيش جنبه. بس والله العظيم ما كان ارجوكي ما تقاطعنيش، انا مش بدافع عنك ولا بدافع عنه، انا يا بنتي بفسر الصوره لكل اللي حصل، وده رد فعل طبيعي لكل اللي اتعمل. على قد ما حبك كرهك، وشيء طبيعي ان شيطانه يوسوس له ويعمل عملته السودة دي. يبقى مين بقى اللي غلطان، انتي ولا هو؟ انا غلطانه من ساسي الراسي، بس ارحموني بقى، ارحموني وسيبوني في حالي عشان خاطري، ارجوكي خليه يطلعني. وابنك يا بنتي اللي انت حامل فيه مش عايزاه؟ يعني يا بنتي في ام تتخلى عن ابنها اللي لسه ما شافتوش؟ مش عايزه اي حاجه تربطني بيه، انا خلاص كرهته. يعني مفيش اي امل الامور تصلح بينكم؟ الامور خلاص باظت ومش هينفع فيها تصليح. يرضيك اعيش مع واحد شهر بشرفي وسمعتي؟ انتي ترضيها على بنتك؟ ان جيتي الحق يا بنتي لا، انا مش زي جنبه في سرير واحد وانا مش مأمناله. سيبوني في حالي بقى، ارحموني بقى، ارحموني ارجوكي، ارجوكي خليه يرحم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر حاضر يا بنتي اللي انت عايزاه. الو، ايوه يا سعد، انت فين؟ ايوه انا عايزاك. طب ما تتاخرش عليا، مع السلامه. لا خير خير ما تقلقش، خير ان شاء الله. مع السلامه يا حبيبي. بالسلامه. طمني يا بنتي ان شاء الله خير باذن الله. فهمت يا شنواني هتعمل ايه؟ فهمت يا ست الناس. هتكلموا وتبلغوا بالميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه، وما تنساش تأكد عليه يجيب الفلوس في شنطة واحدة. ولو جابهم في شنطتين يعني مش هتاخديهم؟ يا اخويا اعمل اللي بقولك عليه من غير غلبة. ماشي يا ست الناس. كنت عايز حاجة من تحت الحساب. مش لسه مديك يا راجل 500 جنيه امبارح؟ العيل طلباته كتير، ده انا بجيب له كوافيل بس في اليوم ب 100 جنيه. ماشي يا شنوان. العيل برضه حتة لحمة حمرا، ملوش دعوة باللي بينا. امسك 200 جنيه اهم. ايه دول يا ست الناس؟ قليلين قوي. ليه يا اخويا؟ دول بره عمولتك، وبعدين لسه في ال 20,000 جنيه بعد ما تخلص العملية. بصراحة كده المبلغ ده قليل على المجهود اللي بنعمله. ايه ده، في ايه؟ انت هتطمع ولا ايه يا شنوان؟ طبعا، ودي عايزة كلام. انا من الليل مصفي. عايز كام؟ 50,000 جنيه. ايه؟ انت جننت؟ ده غير اكرامية الرجالة، كل واحد 5,000. ده انتوا شلة طماعين وهتلفوا عليا. انت يعني اللي مش طماعة، ده انت هتقلبي الراجل في 5 مليون. يا ابني ده انا برجع حقي. وحبيبك، حبيبك اللي بيساعدك عشان ترجع حقك، مستخسرة فيه ترميله مياية. مياية ايه؟ 100,000 جنيه. نهار اسود ومنيل عليا، مش كانوا 50؟ ولو زودت كمان هيبقوا 150,000. انت بتلوي دراعي يا شنواني عشان انا محتاجة لك. دي فرصتي. ولو ما كنتش ادوس على جرحك وانت بتفرفري، ادوس امتى؟ لما العمليه تخلص وما يبقالكيش ماسكه. طب والله العظيم لا اله المختار على اللي بتعمله فيا ده. مختار؟ هو في زي مختار؟ انا خلفت غير مختار، راجل كريم وايده فرطه، مش زيك بخبخ وجلده. ايوه تلاقيكم بتستقرضوه يا حبه عيني. بالعكس، مختار ابن ليل زينا وعارف.
إن اللي هناخده منه ما يجيش حاجة ببحر المكاسب اللي تيجي من ورانا.